الثانية صباحا 11 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أصدر قادة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية بيانا مشتركا بشأن تطورات الأوضاع في غزة، ودعها القادة لأن يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة، وكذا المعاناة المستمرة للرهائن وعائلاتهم، وأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين. وأكد القادة في بيانهم المشترك أنهم سعوا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة، ولا يتبقى له فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، ومؤكدين ضرورة ألا تكون هناك ذرائع من قبل أي طرف لتأجيل آخر. وأكد القادة استعدادهم إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ على النحو الذي يلبي توقعات الأطراف كافة. كما أوضح البيان أنه تمت دعوة الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس أو الخميس الموافق 15 من أغسطس في الدوحة أو في القاهرة، وذلك لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة. أدانت مصر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي ادعى فيها بوجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن مثل هذه التصريحات المشينة مرفوضة شكلا وموضوعا، وتعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تفرض على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وذلك توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. كما اعتبرت مصر صدور مثل هذه التصريحات غير المسؤولة بمثابة تحريض مرفوض ضد سكان قطاع غزة، وإمعان في التنصل من تنفيذ التدابير المؤقتة التي طالبت بها محكمة العدل الدولية إسرائيل. وذكرت مصر كافة أطراف المجتمع الدولي بأن جوهر وأساس القانون الدولي الإنساني تشكل وتطور عبر العقود الماضية لمكافحة ومنع مثل تلك الممارسات المناهضة للكرامة الإنسانية، مطالبة بضرورة الاطلاع بجهد دولي فعال لوضع حد للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب. أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي ادعى فيها وجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وصفا هذه التصريحات بأنها مشينة وتعكس بوضوح حرب الإبادة الجماعية الممنهجة وحرب التجويع التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. وأكد مفتي الجمهورية أن تلك التصريحات تعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إسرائيل دخلت مرحلة العزلة والرفض الدولي، وذلك جراء سياساتها العدوانية وتجاهلها لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مضيفا أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بخصوص تجويع 2 مليون فلسطينيا بالإضافة إلى قرار الخارجية الإسرائيلية بوضع عقبات للبعثة النرويجية المعتمدة لدى فلسطين كلها تصرفات استفزازية وتتحدى فيها دولة الاحتلال العالم، الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا من جميع دول العالم، وذلك لإجبار هذا الاحتلال على وقف عدوانه واحترام الشرعية الدولية واحترام قراراتها. استشهد وأصيب العشرات في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال استهدف مدرستين تؤويان نازحين شرق مدينة غزة ومنزلين وسط وجنوب قطاع غزة.
مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز لمزيد من الاخبار. يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او من خلال جوجل بلاي او الكيو ار كود الظاهره بمحاضراتكم على الشاشه. شكرا لكم على طيب المتابعه. تحياتي كريم الخولي والى اللقاء.